برنامج طويل الأجل لا يقف عند مباراة القادمة، لكن هي جزء من البلان اوف اتش او جزء من محاور اللي هي المباراة القادمة، وجزء ان احنا يعني لما نقول للمجتمع كله احنا مع معالي وزير التربية والتعليم عشان نعمل برنامج يدخل في التربية والتعليم، مع معالي وزيرة الثقافة عشان تعمل برنامج مرتبط بالثقافة، مع وزارة الشباب الجزء الشبابي والجزء الرياضي عشان نعمل برنامج كبير جدا. طب مين بقى الخضم اللي هيحط الدائرة دي كلها؟ هي الإعلام. طب داخل الإعلام تصنيفه، احنا كنا زمان بنقول في الدراسات الإعلامية ده الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، أصبح منظومة أخرى هي الإعلام الديجيتال وما بينهما التواصل الاجتماعي. طب مصر الحمد لله لما بتمسك موضوع بتجري والعالم يجري وراها الحمد لله. يعني في دراسة البي آر أو العلاقات العامة كانوا يقولوا يعني مثال شهير في دراستنا البي آر يعني كامبينز والحاجات ديت، if the president of the state is sneezing the whole world catch cold، يعني إذا رئيس الولايات المتحدة عطس كل الناس هتاخد برد. الحمد لله مصر لما بتعمل حاجة بتروح عاملة حاجة الناس تجري ورانا، وده اللي بنحاول نعمله في الرياضة المصرية لما نعمل بطولة أفريقيا دلوقتي مع الموديلنج. طبعا لما الرئيس بيعمل افتتاح حاجة يعني توجيه سيادته ومصر كلها نعمل أحسن حاجة في الدنيا. ده شفناه في 2019، شفناه في سحب قرعة، شفناه في منشآت رياضية. طب الإعلام والمنصات الإعلامية بدأ ليدينج الماركت، اليوم السابع بدأ يبقى فيه كل مكان بقى عنده منصة إلكترونية كبيرة جدا ومنصة إعلامية، بلاتفورم انترنت إيفريثينج زي ما بيقولوا في العلوم. فبالتالي الديجيتال بقى ليه دور كبير جدا. عشان كده لما بنمر على كل المؤسسات الإعلامية في الفترة الحالية بنقول إحنا مع بعض، حتى هناخد إحنا قرارات كوزارات شباب ورياضة لاحقة، اعرف نقول صالح الوطن وصالح المجتمع، لن ننحاز إلى أحد، مش هنشوف حد. طيب الأسس والقوانين، ما احنا بقى عندنا المجلس الأعلى لتنظيم العالم الفكر السابق الوطني الكبير جدا للأستاذ كرم هدوء القوي، يعني أنا باخد جزء من الأستاذ كرم اللي هو الهدوء بس فيه حزم. لا هو أنا بقول عليه شارك الشعار. لا والله لا هو يعني أنا يعني بأضيف بعض المصطلحات اللي هي تشبيه الوضع الحالي. لازم يبقى فيه الحزم الهادئ دلوقتي، ما هو لازم يبقى فيه حزم، بس مش شرط نطلع ونقول لأن كل المجتمع طلع وعمال يتكلم ويقول وده بصوت عالي، لا احنا هنعمل حاجة تانية خالص. فبالتالي لما يبقى بقوة وما أهل له المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنا كمان جزء حكومي عندي قوانيني وعندي لوائح، لما نحط ده على بعض وإحنا بنروح للوسط الشبابي الرياضي، يبقى احنا بنعمل نظام يعني القيادة السياسية والحكومة المصرية الانتجريتنج سيستم.